ahora escuchen lo que dice. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما حضراتكم شفتوا منذ قليل او مش منذ قليل حاله تحرك اتوبيس النادي الاهلي الى ملعب المباراه. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه هذا الاستوديو من الساعه 4 وانا بقول لحضراتكم بنسبه 99% ان المباراه دي ستلعب في ميعادها اللي متفق عليه اللي هو في تمام الساعه 7، لان كان في كلام بيتقال ان هي ممكن تتاجل او كذا او كذا او كذا. عموما المباراة إن شاء الله حتى هذه اللحظة في ميعادها في تمام الساعة 7، وزي ما حضراتكم شفتوا منذ قليل أو من حوالي دقيقتين ثلاثة تحرك الأتوبيس لفريق النادي الأهلي إلى ملعب المباراة. خلوني أرحب بضيفي في الجزء الثاني من هذه الحلقة، ثلاث ساعات ما قبل المباراة، قمة القمة 117 النادي الأهلي ونادي الزمالك. برضو قبل ما ارحب بنجمنا الكبير الكابتن سمير عثمان، ده ارض الملعب امام حضراتكم، ارضيه الملعب والاستاد بالكامل اهي امام حضراتكم، علشان برضو تبقوا عارفين ان كل الامور الحمد لله تحت السيطره حتى الان فيما حدث منذ الصباح الباكر وحتى الساعه تقريبا 2 او 3 الظهر. كان في كلام كتير جدا منطلق من كذا مكان، يعني عن ان المباراه ممكن تتاجل او كذا او كذا، ولكن زي ما قلت لحضراتكم المباراه هتتلعب في ميعادها في تمام الساعه 7. ممكن ارحب بقى بالكابتن سمير ولا؟ طيب ازيك يا كابتن سمير؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ حضرتك ايه؟ الحمد لله وبركاته، شرف ومنور وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. الشرف ليا اني مع حضرتك كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن سمير حكم المباراه او طاقم التحكيم بالكامل، انا شايف ان حضرتك عندك عليه، واحنا بنتكلم قلت لي ان هناك بعض الاعتراضات على حكم المباراه، ممكن حضرتك تقول لي ليه؟ طب اولا تقول لنا طبعا طاقم التحكيم بالظبط لقاء قمه النهارده اللي هيديره ان شاء الله طاقم حكام روماني اول مره يلعبوا في مصر، قياده الحكم الدولي ستيفن كوفاكس، ومعاه حكم مساعد اول مهاي اوفيديو، والحكم مساعد تاني فازان فلورن، والحكم الرابع اونت ماريوس افرام. نعم. حكم رابع. طاقم الحكام من رومانيا اول مره يحكموا في مصر، هو ما عندناش معلومات كافية عنه غير فقط أنه عمل كذا إنذار حسب ركلة جزاء وكذا، الحاجات اللي متداولة بالضبط. وطالما كلمة إحنا ما عندناش معلومات كافية عنه دي تدي علامة استفهام. نعم. ليه؟ إحنا دي مباراة قمة يا كابتن إسلام. مزبوط. مباراة قمة يبقى المفروض كل الموجودين فيها على أعلى مستوى. مزبوط. إحنا مش من أقل أي دوري في المنطقة العربية خالص، تمام؟ شفت المفروض الهلال امبارح حاجه عالميه، حاجه إيه عالميه، وايه الحلاوه، حاجه عالميه، حاجه حلوه جدا، تصوير وكل حاجه ولعيبه واهداف وحكام. حضرتك شفت امبارح الجول بتاع الدوسري بتاع الدوسري سالم خلص الجول وهو على الخط، كان رمضان صبحي الماتش اللي فات هيجيب واحده زيها بالظبط حسبت اوت اللي خدها من ناحيه الشمال. كان قمه، اتمنى القمه السعوديه اللي احنا اتفرجنا عليها تبقى زي النهارده باذن الله. هي النقطه يا كابتن اسلام، طالما احنا ما عندناش معلومات كافيه عن الحكم دي علامه استفهام. ليه؟ مباراة قمة لازم حكم جاي شايل اسمه، حكم كبير. احنا اتفرجنا على بعض المباريات في الدوري السنة دي، من ضمنها مثلا كانت مباراة بين الزمالك وبيراميدز، جه أفضل حكم في إيطاليا، حكم الإيطالي روكي من ضمن حكام النخبة، تمام؟ الدوريات كلها اللي عندها المباريات المهمة لازم تجيب لها حكام النخبة. إيه في أوروبا؟ ده مردود عليه، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مردود عليه. يقول لك النهاردة السبت كل الدوريات الأوروبية. صح. في انجلترا، في اسبانيا، في فرنسا، في كل اوروبا. مزبوط. بالكامل عندها المباريات بتتلعب ومباريات كبيره وتقيله، وبالتالي هو مش هيديك استحاله حكم يكون بيلعب مباريات كبيره. صح. ومثلا استخسروا في مانشستر يونايتد مثلا، تمام. يعني أنا او استخسروا في فرنسا في البي اس جي، في باريس سان جيرمان، او في اسبانيا في ريال مدريد او برشلونه، وبالتالي انت او حتى بكره فانت مضطر يمكن ان انت تروح للاتجاه ده مثلا. يعني الرد بتاعي الماتش ده ما جاش فجاه، متحدد من يوم 8 يناير. مظبوط. يبقى انت عندك 3 اشهر لازم تعمل الواجب المهني بتاعك،
وتراسل اللي تحت. ما هي نفس المشكلة برضه. لا انت لو اتفقت من يا كابتن اسلام قبلها بشهر او بشهرين ان عندي ماتش مهم في الدوري المصري بتاعي وانا عاوز طاقم حكام على مستوى عالي، اكيد الاتحاد الاهلي اللي انت بتخاطبه الناحية التانية لازم هيوافق عليه، ودليل على كده السنوات السابقة. طب عندنا، طب الدوري السعودي على الاخص النهارده في ماتشات وامبارح كان في ماتشات برضه حكام النخبة ايه؟ طب ليه دول مش موجودين عندنا ليه؟ وخلي بالك الكلام اللي بيتقال يعني الرد على الكلام الاجابه بتاعته كان لازم عندنا لجنه الحكام تتحرك بدري وتتحرك بجديه، ما يبعتوش فقط ايميلات فقط تخاطب الاتحادات الاهليه بتاعه اوروبا مثلا او امريكا اللاتينيه. انت الحكام مش كلهم في امريكا الاوروبيه، في اوروبا انت عندك برضو في امريكا اللاتينيه. حلو امريكا الاوروبيه دي جديده دي بقى، في ميرج هيحصل بين هورا كلنا. اصل ايه، خلي بالك بيني وبينك وانا عايز اقول الكلمه دي واشهد بيها للجميع، اسهل حاجه ان انت تلعب الماتش حقيقة. اهلي وزمالك يعني انا كلاعب اسهل حاجه بالنسبه لي ان انا العب الماتش حقيقة. لكن اللي بقى الجمهور اللي زينا دلوقتي، احنا بقينا في موضع الجمهور كله مستني بقى، صعب جدا. موقف صعب جدا لانه كله عنده حماس وعاوز يعني ايه اكنه هو اللي عاوز يلعب. عشان يعني كده انا دايما بحاول قبل حتى في الحلقه النهارده طول الوقت عمالين ايه نقول افيه كده حلو نطلع الناس من جو التوتر ومن جو، لان طبعا الاهلاويه متوترين جدا وعارفين قد ايه ان هي مباراه مهمه جدا بغض النظر طبعا عن النتيجه وكل حاجه، ولكن نفسهم طبعا ان الاهلي يكسب الزمالك في هذه المباراه. هي مباراه ليها نتيجتين، نتيجه عشان الدوري ونتيجه عشان التاريخ. مظبوط. جمهور الفرقتين بيبصوا على النتيجتين دول بالزبط. بغض النظر عن مستوى الفرقتين او او الاحداث اللي بتدور دلوقتي. فانا كان ردي على حضرتك ماشي وانت عذرت حبيبي يا كابتن، فكان ردي لازم لجنه الحكام تخاطب بدري وتحدد الاسامي اللي هي عاوزاها، اكيد كان في طاقم حكام هيجي لها، والدليل على كده الدوريات برضو الموجوده هنا بيجيبوا حكام على مستوى عالي جدا في ظل المسابقه وهي شغاله، واخرهم امبارح الحكم التركي بيلعب مباراه القمه في الدوري السعودي، النهارده برضو في مباراه مهمه في الدوري السعودي فيها حكام النخبه ايه في اوروبا برضو هم برضو. طبعا هم اللي هيلعبوا فيها بما فيهم الحكام الفي ار. دي نقطة. النقطة الثانية اللي أنا أتمنى يا رب حق جنبي النهاردة يطلع نجم المباراة الحكم الروماني، يا رب يا رب يطلع أحسن واحد في العالم ويعمل مباراة كويسة جدا. بس أنت في بعض المؤشرات، إيه هي؟ هو دولي من سنة 2010، إحنا في 2019 يا كابتن إسلام، يعني في خلال تسع سنين محدش يعرف عنه، مفيش معلومات كافية، ما شاركش في بطولة أمم أوروبا الكبار، ما لعبش كأس عالم اللي فات ولا اللي قبله، فما شاركش في مباراه تشامبيونز ليج كبيره. اخر مباراه لعبها الاسبوع اللي فات كانت في تصفيات بين فرنسا وايسلندا، خلصت 4. طبعا الفرقتين دول يعني فرقه كلاس A والتانيه كلاس D. نعم. مش ماتشات كبيره. لك ان تتخيل هو مثلا السنه بيلعب كحكم رابع في بعض الدوريات العربيه، هو الحكم ده. طيب قبل ما تكمل بس كلامك عن الحكم، عايز اقول لمشاهدين قناه النادي الاهلي ان النادي الاهلي وصل الان الى ملعب المباراه، وزي ما قلت لحضراتكم كل شويه هاكد هذا الكلام وهعيده مره ثانيه، لان شايف بينضم لنا ناس كثيره جدا بيتفرجوا علينا سواء على الانترنت او على الشاشه، فبقول لحضراتكم ان المباراه ان شاء الله ستقام في ميعادها في تمام الساعه 7، وان النادي الاهلي وصل الى ملعب المباراه حالا دلوقتي. اتفضل يا كابتن سليم. اما اجيب حكم بيلعب حكم رابع في بعض الدوريات العربيه، احنا الدوري المصري بتاعنا مش اقل من اي دوري موجود في قاره افريقيا ولا في المنطقه. تمام، يبقى لازم واحد تاريخه سابق اسم كبير. باسم النادي الكبير ليه انا بقول كده يا كابتن؟ انت ممكن الحكم يكون اسمه كبير وعنده اخطاء في المباراه، بس اسمه يا كابتن بيتشيل. برافو عليك، وانت كلاعب برضو صح حضرتك صح حاسس بيه في الملعب، شخصيته اسمه تاريخه تشيل بعض الحاجات. تمام، فكنت اتمنى زي ما الاجهزه الفنيه بتاعت الفرقتين اهتموا بالمباراه دي من فتره طويله، كنت اتمنى ان لجنه الحكام تهتم في استخدام طاقم حكام يليق باسم مباراه القمه بتاعت الاهلي والزمالك، ويعلم برضو الحكام المصريين ونستفيد بيه. طيب برضو عايز اقول لحضراتكم ان نادي الزمالك وصل لارض الملعب و معظم اللاعبين موجودين الحقيقه، ولكن محمود علاء يمكن رابط شاش كده على راسه كلها، ولكن بنسبه كبيره جدا سيكون محمود علاء سيكون لاعب نادي الزمالك، سيكون متواجد في التشكيله الاساسيه لنادي الزمالك. هو الكلام على حمدي النقاز، هل هيلعب ولا مش هيلعب؟ كل ما هتجيلي اخبار سواء هنا او هنا، طبعا اخبارنا الاكثر هتبقى على النادي الاهلي، ولكن جات لنا اخبار هنا او هنا هنقولها دايما لحضراتكم. محمود علاء بنسبه كبيره جدا في التشكيل الرئيسي لنادي الزمالك، اما حمدي النقاز 50-50 حتى هذه اللحظه.
كابتن سمير، طيب هو الراجل بيوصل، انت عايز تقول حاجه ثانيه؟ اه كان اخر حاجه، كان اخر مباراه لعبها في يعني في المنطقه كان فرنسا واسلام، فرنسا واسلام في المنطقه، كان السنه اللي فاتت بين نادي الهلال ونادي القادسيه. نادي الهلال ونادي القادسيه، النهارده عندنا اهلي وزمالك. هذه النقطه بس اللي عاوز اقولها برضو تبقى حاجه يعني. الهلال والقادسيه يعني من الفرق القمه، بس مش انديه القمه بالظبط كده يعني. الهلال فرق قمه يعني، ما شفناهوش مثلا في مباراه القمه زي بتاعه امبارح، الهلال والنصر، الاتحاد والشباب، الاهلي والوحده، لا مش موجود، مش متواجد. اتمنى له التوفيق يا رب، وان شاء الله نستفيد من بيوصل له الكلام ده يا كابتن كله؟ ما اعتقدش، ما اعتقدش. اصل خلي بالك هو كمان روماني، هتلاقي اللغه بتاعته الرئيسيه هي روماني وبعد كده الانجليزي، وعلاوه ان هو مش قاعد كتير قوي في مصر، واخد بال حضرتك؟ وبخبراته المفروض حتى لو وصل له الكلام ده يبقى حافز ايجابي ليه، ويديله حماس اكتر في المباراه باذن الله. طيب برضو حالا دلوقتي كابتن سيد عبد الحفيظ بيتفقد ارضيه ملعب المباراه، خلاص هو اقر باقامه المباراه في تمام الساعه 7 في الميعاد، هو الحكم شاف الملعب واقر يا كابتن. ما كانش حد يقدر يلغي المباراه غير، او انا اسف، ياجل المباراه غير حكم المباراة. الوحيد هو اللي يقدر يقلل، ما فيش حاجه هتبان غير الساعه 5 مثلا. وكان تصريح الحاج عامر حسين برضو كان في شيء كبير جدا من الذكاء، قال لما الحكم يجي ويشوف. وخلي بالك الحكم كمان الاوروبي اول ما يجي ويشوف حتى لو في ميه في ارض الملعب دي بالنسبه له عاديه جدا. في البدايه ان يا جماعه ان رومانيا، اشكرك يا سمير، ان في رومانيا ده صور طبعا لكابتن سيد عبد الحفيظ وهو بيتفقد ارضيه الملعب في رومانيا، ما هو المطر اكتر من هنا بالظبط كده، والملاعب برضو يعني بتبقى كده. فانا قلت في الاول كانت معلومة طبعا من جوه الناس، ولكن عرفت برضو ان المباراة هتقام بنسبة 100%. طبعا، لان برضو المطرة برضو مش تبقى حتى لو كانت جامدة، اعتقد ارضية الملعب ان شاء الله تكون مستوعباها باذن الله. ان شاء الله. كابتن سمير نرجع تاني نتكلم على الطاقم. طيب الطاقم ده الحكم الرئيسي، طب والاثنين المساعدين، الاثنين المساعدين هنا بيبقى طبعا لهم عامل ايجابي جدا وعامل مهم جدا، كل حاجة، بس هو الاساس برضو اللي جوه برضو. زي ما اتفقنا كابتن اسلام، برضو الحكم ممكن ما يكونش موفق في ارض الملعب كلها ما عدا منطقتين زي ما اتفقنا داخل منطقه الجزاء. عارف النهارده بالظبط اللي تقدر تحكم، عارف حضرتك النهارده الحكم ممكن يبقى عادي ما حدش يحس بيه خالص، حتى لو عنده اخطاء كتير جدا، لو ما حصلوش ايه اختبارات داخل منطقه الجزاء، النهارده الحكم عنده فرصه جميله جدا هو ما شافهاش قبل كده. ملعب كبير، فرقتين المفروض هيلعبوا كوره، اخلاقهم كويسه جدا داخل ارض الملعب، أجهزة فنية أجنبية مش هتلاقي فيها اعتراضات عالية، علاوة والأهم مفيش عنده ضغط جماهيري خالص. وطبعا واحنا بنتكلم يا كابتن سمير، معلش، ده أرضية ملعب المباراة الآن بعد آثار المطر. طبعا جهد كبير جدا بذل خلال الشهر اللي فات بالكامل علشان صيانة الملعب، والحقيقة كان وصل لمرحلة جيدة جدا جدا، لونه اتغير كمان بقى أخضر، رجع تاني بالظبط، رجع أخضر تاني في ظل الساعة جدا اللي احنا موجودين فيها. خلي بالك اسكندرية برج العرب تحديدا الدنيا مختلفة شوية عن هنا، وبالتالي ولكن طبعا المطرة، طب الناس هتعمل ايه؟ فده مهم جدا، لكن نتمنى ان شاء الله ان هي تبقى مباراة. هو هيبان بعد أول ربع ساعة ما اللعيبة كمان ينزلوا يسخنوا وبتاع، بعد التسخين ان شاء الله يبقى، ان شاء الله يعني خلاص الماتش هيتلعب، ارضيه بقى كويسه ارضيه وحشه، خلاص ده حاجه احنا مستقرين عليها دلوقتي، فربنا يوفقهم، واهم حاجه يحميهم من الاصابات الفرقتين طبعا يا رب ان شاء الله. امم افريقيا باذن الله. النهارده الحكم عنده ميزه مش موجوده، ما جاتلوش قبل كده، انه هيلعب مفيش جماهير، بالظبط كده، وعنده اجهزه فنيه اجنبيه مش هتلاقي فيها اعتراضات، مش هيحس بالاعتراضات، اللعيبه كمان سنهم صغير ومؤدبين لعيبه الفرقتين، فكل الحاجات اللي هتساعد الحكم لنجاح المباراه. هتبقى حاجه واحده بس، توفيقه ومستواه الفني، اتمنى ان شاء الله يعمل مباراه كويسه. تتوقع ايه يا كابتن بالنسبه للحكم؟ اتوقع بالنسبه للحكم بناء على المعلومات القليله، عشان ما حدش فينا اتفرج عليه خالص، تمام، وطالما ما اتفرجتش عليه هو ما عندوش طريق قوي بره. تمام، هو لازم ياخد المباراه بهدوء اول 10 دقائق زي ما اللعيبه بيجسوا نبض. ايوه احكي لنا الماتش، عشان انت لما بتحكي بيحصل، فاحكي لنا الماتش. اتمنى ان شاء الله زي ما الفرقتين بياخدوا يعني حساسيه المباراه وجس نبض من الفرقتين، الحكم برضو هيعمل كده. هتلاقيه مثلا، انا اتوقع مثلا اول 5 دقائق هيبقى هادي شويه، بعد كده هتلاقي فيه هتبان شخصيته، هل بيحسب اخطاء سريعه اخطاء سهله؟ لو يبتدي يا كابتن اسلام بقول لك من دلوقتي يحسب اخطاء سريعه وسهله وبسيطه، ممكن كروح قانون مثلا يبقى فيها استمراريه في اللعب ده، يبقى الراجل ده جاي من الاول عاوز ايه؟ ينجح، عاوز ينجح، مش هيحزم، لا عاوز ينجح. وهيكون مهتم جدا من المباراه، عشان هو عارف ان المنطقه العربيه على طول بتختار حكام من اوروبا،
عندنا معظم الدول العربية واكيد احنا برضو من ضمنهم. بعدين مبلغ حلو برضو مش طبعا هو كسبان يعني، وجاي مثلا في 72 ساعة مش هيقل له مثلا 15,000 دولار، مبلغ جميلة. لو قعد هناك مش هيجيبه يعوض يعني. برضو الفترة اللي جاية وطيارة على حسابه وفسحة وهيتفسح حقه يعني. انا مش لا حقه طبعا حقه يعني، احنا بنتكلم على حاجة بسيطة كده. لا طبعا زي اي حكم دولي بيسافر بره. واحنا بنتكلم كده برضو كابتن سمير، دي الاعداد في النادي الاهلي فرع الجزيره. زي ما حضراتكم شايفين، انا سامع الناس بتقول لي ان الاعداد بتزيد جدا جدا في فرع الجزيره في النادي الاهلي. طبعا يعني لازم يعني الناس هتحب تروح تتفرج، على الرغم ان الجو ساقع النهارده كمان بالليل، بس الفرجه في وسط الناس بتبقى احلى، بتبقى حلوه جدا يعني، كله بيدفي بعضه. خلي بال حضرتك بتبقى قاعد نفس قريب وكل حاجه، بتلاقي مشاركات بقى، كل واحد بيقول فكره، وحتى فكره على المدرب والتشكيل وعلى الحكم برضه. هتلاقي برضه في ناس اليوم وراك كتير، كلهم قاعدين بيتفرجوا على حضرتك دلوقتي علشان تحياتنا ليهم كلهم بقى. نعم؟ تحياتنا ليهم كلهم، تحياتنا طبعا لكل جمهور النادي الاهلي في فرع الجزيره وفي كل الـ الـ الاماكن اللي فيها كل دائما جمهور النادي الاهلي. كابتن سمير، اخر حاجه تمام. مش عايز تقول حاجه قبل ما نختم؟ ان شاء الله. انا حاسس ان انت عايز تقول حاجه. والله بص، قول يا كابتن. اقول بصراحه انا كان نفسي حكم يبقى اسمه كبير. قلت حضرتك الكلام ده، هل انت مقلق؟ في قلق معين من ناحيه الحكم؟ قلق معين يعني؟ بص انا ما عنديش خلفيه عنه يعني، في بس كان في مجله كتبت عليه كلام قد يكون صح وقد يكون غلط، بس انا اميل انه مش صح برضه يعني. كان في ماتش في اللي هي بين الشوطين دي، هي مش منطقيه يعني، والدليل على كده كان سنه 2018. لا ممكن تكون اللاعب اتكلم معاه بس جاله ضربه جزاء فعلا الشوط الثاني، ويستحقها وخطا ان اللاعب بقى طلع بعد كده. انا ما اتكلمتش فيها الموضوع ده بالظبط يعني، بنسبه كبيره طبعا هتكون مش سليمه. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وطاقم الحكام باذن الله، وينجحوا في المباراه ان شاء الله. هنستنى لهم لبعد المباراه ان شاء الله. استنى لهم لبعد المباراه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن سمير. شكرا فندم. وان شاء الله بعد المباراه بقى نتكلم اكتر ان شاء الله بكتير عن حكم المباراه وطاقم التحكيم بقى، ونشوف ان شاء الله هل العلامات الاستفهام اللي حضرتك حطيتها دي هتنتقل الى بعد المباراه، ولا حضرتك هتشوف ان هو لا ادى دوره بشكل جيد ان شاء الله بعد المباراه. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا كابتن سمير على وجود حضرتك معانا. الله يخليك. شكرا كابتن. الحقيقه دلوقتي عندنا فقره مهمه جدا، فقره تحليل المباراه. هنتكلم عن المباراه النهارده. عندنا ثلاثه من النجوم الكبار الحقيقه اللي هيشرفونا. النجم الكبير الكابتن زكريا ناصف، كابتن زكريا ناصف زيكو الكره المصريه، هيكون معانا في الساعه وثلث او الساعه وربع ما قبل المباراه. ولاول مره الحقيقه انا هلتقي مع الكابتن زكريا ناصف، شرف لينا طبعا ان هو يكون موجود معانا. ايضا النجم الكبير وواحد من المديرين الفنيين الكبار ايضا في الدوري المصري الكابتن عادل عبد الرحمن، لاول مره هلتقي معاه. وايضا النجم الكبير الكابتن تامر بدوي هيكون معانا. تامر طبعا بقاله فتره بيطلع معانا في مباريات او بيحلل مباريات النادي الاهلي. النهارده استوديو قوي جدا يليق الحقيقه كالعاده وكزي الاستوديوهات السابقه وكل النجوم الكبيره اللي موجوده دائما في قناه النادي الاهلي. هنطلع فاصل او هنطلع نشوف تقرير عن حكام او طاقم التحكيم لهذه المباراه، بعدين نرجع نستقبل ثلاثي النجوم الكبار، النجم الكبير الكابتن زكريا ناصف، النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن تامر بدر. وجه جديد ينضم لقائمة حكام مباريات القمة، إنه الروماني ستيفان كوفاكس الذي يدير مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بينهما من الجولة 17 من الدوري المصري. ويعاون ستيفان كوفاكس كل من ميهاي أوفيدو أرتين كمساعد أول، فازن فلورين مارينيسكو كمساعد ثان، يونوت ماريوس أفرام كحكم رابع. الروماني ستيفان كوفاكس من مواليد عام 1984 أصبح حكما دوليا منذ عام 2010 يحمل الجذور المجرية. أدار كوفاكس 24 مباراة هذا الموسم خلال المسابقات الرومانية المحلية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري الأمم الأوروبية، أشر خلالها 123 بطاقة صفراء وخمس بطاقات حمراء، واحتسب 4 ركلات جزاء. عبر مشواره مع التحكيم الذي بدأ في 2007 أدار 318 مباراة
أشهر البطاقة الصفراء 1695 مرة والبطاقة الحمراء 64 مرة واحتسب 85 ضربة جزاء. آخر ظهور للحكم الروماني كان في مواجهة فرنسا أمام أيسلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لأمم أوروبا 2020، وانتهت بفوز كاسح للديوك الفرنسية برباعية نظيفة في المباراة التي جمع بينهما يوم 25 من مارس الجاري. أشهر خلالها كوفاكس البطاقة الصفراء مرتين، وسبق للحكم الروماني الظهور في المنطقة العربية حيث أدار مباراتين في الدوري السعودي موسم 2011-2012 وموسم 2016-2017.